مستمرين معاكم بترافيك لايت اللون الأصفر. اليوم راح نتكلم عن الأطفال. الأطفال هم زينة الحياة وهم زينة الدنيا مثل ما يقولون. عشان الواحد يحافظ على هذه النعمة لازم يعرف، خاصة الأمهات والآباء لازم يعرفون شلون يتعاملون مع أطفالهم، التربية صحيحة، لازم يعرفون شلون يتعاملون معاهم في حال لا سمح الله صار معاهم مثل ما يسمونه الشردغة، واللي هو مثل شرق مثلا، أو في حال لا سمح الله الاختناق. اليوم راح نتكلم مع أسامة المدى، الرئيس شعبة التوعية والإرشاد بإدارة الطوارئ الطبية. رحب فيك أستاذ أسامة. طبعا احنا شايفين اللوية هذه كلها اللي راح نشرح فيها حق المشاهدين، بس قبل لا نشرح لهم ونبين لهم شلون يتعاملون مع الحالات هذه راح نطلع تقرير ونرجع مرة ثانية. تقرير. الأطفال بصورة عامة بين عام وخمسة أعوام قد تجدهم يضعون أشياء صغيرة في أفواههم، وذلك بطريقة عفوية لاستكشاف عالمهم الخاص بهم، وذلك عن طريق الألعاب أو الطعام حتى. ولكن إذا أصبح طفلك غير قادر على التنفس والصراخ والسعال أي الكحة أو الكلام، فقد يكون على وشك الاختناق. ويحدث هذا إذا كان مجرى التنفس لدى طفلك مسدودا جزئيا، حيث يجعل التنفس أو السعال صعبا ولكن ليس مستحيلا. فهل فكرت يوما كيفية التعامل مع الأطفال أثناء حالات الاختناق؟ وكيف تعطي طفلك إنعاش القلب والرئتين CPR؟ قد تساعد معرفة تنظيف مجرى التنفس المسدود بشكل عاجل فعال أو إنعاش القلب والرئتين في حال الضرورة على إنقاذ حياة طفلك، من خلال التعرف على مزيد من الإسعافات الأولية للأطفال الصغار والكبار. هي بعض الخطوات الأساسية قد تنقذ حياة طفلك. حياك الله أستاذ أسامة. شفت التقرير معي؟ أي نعم. طبعا ذكروا بالتقرير أن الطفل يحط أشياء غريبة يعني في حلده، لأنه يمكن من فطرة الإنسان أنه فضولي، وخاصة الياهل اللي ما يعرف شنو الأشياء اللي قدامه يبدي يحب يستكشف. نعم. هو زرارات، هو ألعاب. قبل لا نبلش نعلم الناس، يا ليت لو تعطينا كذي مثلا بالارقام، ايش كثر نسبه الحوادث او الحالات هذه اللي تمر عليكم مثلا، خلينا نقول خلال سنه او باليوم مثلا؟ اول شيء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مشكورين على استضافتي ببرنامجكم. النسبه او كاحصائيه حاليا ما تحضرني للامانه، لكن هي ما هي احصائيه كبيره، يعني انا على حسب خبرتي ومعرفتي من العمليات عندنا ما هي احصائيه كبيره بالنسبه للاطفال، بسبب ان الاطفال سهل التعامل معهم، وهو خطر، القصه خطره، لكن احنا اذا تعلمنا شلون نتعامل مع الاطفال فبسهوله راح نقدر ننقذ حياتهم. مثل ما قلتي الاطفال فضوليين، صح، ويحب يجرب كل شيء، وبعمر الطفل دائما يحب يلمس بيده او يذوق بحلجه، صح، فممكن يلقط اي شيء ويحطه بحلجه، بعكس البالغ. الكبير لا، الكبير ممكن يعني يغص في الاكل بس، يعني مو معقوله في واحد بالغ بيحط لعبه او تيله او 100 فلس بحاجه. فالطفل مثل ما ذكرته بالتقرير ان الاطفال هم مستقبلنا، هم احبابنا، هم ما عيوننا مثل ما نقول، نخاف عليهم ونحاتيهم، فالتعامل معاهم لازم يكون مثل ما شفت بعض اللقطات بالتقرير، يا اما بالضرب على الظهر او الضغط على الصدر، خاصه الاطفال الرضع اللي يكون يعني عمرهم اقل من سنه. طبعا احنا ننصح الناس الجمهور كلهم ان ياخذون دورات اسعافات اوليه، عشان انا يعني يكون عندي العلم ويكون عندي المهاره. وين ياخذون هذه الدورات؟ ممكن ياخذونها عن طريقنا اداره الطوارئ الطبيه، او في معاهد اخرى تعطي الدورات هذه، الهلال الاحمر يعطي الدورات هذه، في جهات اخرى تعطيها الدورات. نعم. احنا بالنسبه لنا نعطي الدورات حق الجمهور بشكل عام. الدورة تعتبر يوم أو يومين بالكثير، هي عن إنعاش القلب الرئوي اللي ذكرته CPR، مع القصة، مع طبعا اللي هو الإسعافات الأولية للنزيف والجروح، وهذا الدورة متكاملة ومعترف فيها من جمعية القلب الأمريكية. في حصلنا على اعتراف بجمعية القلب الأمريكية، والاعتراف حصلنا عليه، أذكر حصلنا هنا بمجلس الأمة كان في الاحتفال في أخذ الاعتراف من جمعية القلب الأمريكية الأمريكان هارت أسوسيشن، ونصدر فيها شهادات الياسن حق اللي يجتازون الدوره. جميل.
طبعا يعطيكم العافية على الإنجاز هذا، وصراحة شيء مشرف. بس خليك من الدورات الطويلة، خلنا نعطي المشاهدين دورة شيء مصغرة، شو الواحد ممكن يتعامل مع الحالة احنا هذه. أول شيء الاختناق ممكن يكون بسبة الغصة أو بسبة انزلاق اللسان للخلف، مثل ما احنا نشوف في عندي المجسم هذا يبين لي شلون انزلاق اللسان إلى الخلف. إذا انزلق اللسان بسبت أن واحد أغمى عليه أو ضربة بالرأس أو أي شيء، ممكن يسبب له انزلاق باللسان الخلف ويسكر لي الممرات الهوائية. طريقة وايد سريعة وايد بسيطة راح أوريها للجمهور، أني أنا أحط إيدي على رأس المصاب وأحني الرأس إلى الخلف وبعدين أرفع الفك إلى أعلى بالشكل هذا، فحني الرأس، حني الرأس إلى الخلف مع رفع الفك الأعلى يفتح لي الممر الهوائي مثل ما أنتم شايفين بالشكل هذا. هذا الانسداد في الممرات الهوائية بسبة انزلاق اللسان إلى الخلف، اللي بعض الناس يسمونه بلع لسانه. شلون تعرف إنه بلع لسانه؟ هو دائما يكون إن الإنسان منسدح على ظهره ومغمى عليه حالة إغماء، فاحتمالية كبيرة إنه يكون في انسداد في الممرات الهوائية بسبة انزلاق اللسان إلى الخلف. بالنسبة حق القصة، هذا الحين خلصنا منه. القصة للرضيع أو الطفل، أول حركة أسويها، وايد ناس اللي يرتبكون وهذا شو يسوون؟ يمسكون الطفل يقلبونه في وقت تحت بالشكل هذا، وهذا غلط طبعا، يبدون يرجون شي يخضونه وهذا اكبر غلط. او بالشكل هذا يبدون يخضونه كذي طبعا، لانه تاثر على ياثر على المخ، ياثر على العمود الفقري، الفقرات العنقيه، هذه كلها ياثر عليها صح. او يمسكها كذي ويطقه ضرب كذي بالشكل هذا، هذا كله خاطئ. نعم، افضل طريقه اني انا احط ذراعي تحت جسم الطفل وامسك بيدي الذقن او فك الطفل وميل الجسم لتحت واضرب براحه اليد بين لوحين الكتف براحه اليد 4 إلى 5 ضربات. ايش كثر القوه؟ هو لازم شوي قويه، يعني ما اسوي له كذي لا، ولا اني انا ارفع ايدي واطق حيل. هذا اذا قص، هذا اذا كان قاص. وهم ادري بالي ان اصابعي تكون مرتفعه ما تطق على راس الطفل. ف4 إلى 5 ضربات. اذا ما طلع، عاده يطلع الجسم الغريب هالشكل، اذا ما طلع اقلبه على ظهره واحط ريوله هني عشان امسكه عدل، وامسك باصابعي تحت الراس واضغط على الصدر، منطقه الصدر بالنص بين حلمتي الثدي بصبعين، واضغط من 4 إلى 5 ضغطات، وعيني دائما تكون على حلج الطفل. الطفل اللي طلع، شفت الجسم الغريب بدا يطلع واشوفه بعيني، اقدر احط ايدي يعني صبعي داخل الحلج واطلع عليه برا بالشكل هذا. حلو، واظل اكرر العمليه هذه، يا اما الضرب على الظهر اذا ما طلع قلبته، سويت له ضغط على البطن. طيب ما عليك امر، بس تعيد الطريقه شلون الواحد يشيل البيبي مره ثانيه؟ حمل البيبي الطريقه الصحيحه اني انا احط ايدي بين ريوله وامسكه من الفكه عشان اسوي سبورت او دعم حق الرقبه وميله لتحت، اذا كان الطفل حجمه كبير اقدر استعين بريلي، احط ريلي وميله لتحت واضرب بين لوحين الكتف 4 إلى 5 ضربات بالشكل هذا. ما فاد، اقلب الطفل واحط ريوله تحت كذي واضغط بين لوحين الكتف من 4 إلى 5 ضغطات، مع مراعاة اني انا طالع حلج المصاب الطفل. اذا شفت الجسم غريب احط صبعي واطلعه من طرف الحلج لبرا بالشكل هذا. طيب ممتاز، وشنو الحالة الثانية اذا اختنق؟ هذا الاختناق. زين، هذا مختنق ولا قاص نفس الشيء؟ هو الاختناق، معنات الاختناق هو عدم وصول الاكسجين الى انسجة وخلايا الجسم. هذا معنات كلمة الاختناق. شنو مسببات الاختناق؟ يا اما يكون قاص يعني ماكل شيء والجسم الغريب هذا وصل الى منطقه ما بعد الاوتار الصوتيه اللي هي الحنجره، او ان انزلاق اللسان اللي وريتكم اياه اول مره، ان اللسان يزلق لورا يسبب له انسداد في الممرات الهوائيه، مثل ما سمعنا بالتقرير في انسداد جزئي في انسداد كلي. الانسداد الجزئي هبي يمنع وصول الهواء حق الرئتين، وعاده الانسداد الجزئي نتعرف عليه من صوت مميز اللي هو صوت الشخير. صح، واحد لما يبدي يشخر هذا عباره عن انسداد جزئي في الممرات الهوائيه. فهذه المعلومات كلها والمهارات هذه يقدرون يكتسبونها ان شاء الله اذا دشوا وخذوا دوره بالاسعافات الاوليه. طيب يعطيك العافيه، اذا خلينا نقول لا سمح الله البيبي غص واغمى عليه مثلا،
هو اللي أي شخص سواء بيبي أو الكبير إذا استمرت الغصة أكثر من 4 دقائق راح يدش في هو فقدان الوعي نسميه، يفقد وعيه وهني يدش بمراحل الخطرة. طبعا في حال الإغماء أو فقدان الوعي فنشتغل الانعاش القلب الرئوي، حتى لو كان هو سي بي ار، حتى لو كان في جسم غريب مسكر الممر الهوائي اشتغل انعاش قلبي رئوي، الضغط على الصدر 30 ضغطة والنفخ من الفم الى الفم. بالنسبة للبالغ، بالنسبة للرضيع من الفم الى الفم والانف 30 نفختين، 30 ضغطة ونفختين. في ناس تسأل شلون انفخ وفي شيء مسكر؟ ما يخالف، نفختي انا راح اسوي بوش دفعة للهواء انه يدش حوالين الجسم الغريب، لان انسجة الجسم ناعمة، ممكن الهواء يدش او ممكن انه يدز الجسم الغريب ويدخله حق الرئة اليمين. انزين على طاري الدفع، ما نشربهم مثلا اذا غص؟ لا، يفترض انه لا. لا، المفروض انه ما نعطيهم ولا شيء بالحلج، هو اوريدي قاص. فاذا انا بحط اي شيء بحلج هذا ممكن انه يسبب لنا مشاكل اكثر. زين، هذيلا راح تورينا فيهم شيء؟ هذين انا حاطهم الحين للعرض للامانه، لان اليوم راح نتكلم عن الطفل اكثر شيء. الرضيع هو المانيكانات هذه هي تستخدم عندنا في دورات الاسعافات الاوليه، جايبين البالغ والطفل. بالدوره راح نعلم المشارك شلون يتعامل مع البالغ اللي هو الضغط على البطن والضغط على الصدر، والطفل والرضيع كلها دوره تصير متكامله في الاسعافات الاوليه. يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب شنو حاب توجه كلمة حق الأمهات والآباء اللي والله شوفي احنا نحب نوصي الأمهات أو الآباء أو الناس بشكل عام أن يعني يديرون بالهم أول شيء الوقاية من اللي هو الإصابات، يعني الواحد ما يبي يصير مشكلة بعدين تعال بالضبط وياها. الوقاية على قولتهم خير من ألف علاج. فشنو اللي المفروض الواحد يسويه؟ تعليمات يعني ما يخلون أشياء طايحة بالأرض ممكن الطفل يوصل لها، ما يخلون الطفل ما يدرون عنه وممكن يقصه ويدش في حالة حرجة وخطرة، يدشون الدورات هذه ويتعلمون شلون يتعاملون لا سمح الله اذا صارت فيه مشكله. فهذه كلها عباره من ان يعني وقايه حق الاب والام في التعامل. طيب استاذ اسامه، هي الحين الدوره اختياريه تعتبر، طبعا ما ودكم تصير اجباريه حق كل واحد اللي يسمونه اول مره مثلا يجيب بيبي؟ والله يا ريت. صح؟ نتمنى يكون في توجه كذي. والله اتمنى هالشيء، فكره حلوه. انا صح ولا لا؟ في بعض الجهات ما يعينون الا اذا كنت انت حاصل على شهاده اسعافات اوليه. ففي صح. بعض الجهات سواء القطاع الخاص او الحكومي قاعد نشوف الحين صار لنا الفتره الاخيره خلينا نقول 10 سنوات الاخيره انه قاعد يجونا ناس يقول انا محتاج حق دوره اسعافات اوليه عشان اقدر اشتغل في هالوظيفه هذه. صح. فصارت تقريبا يعني الزاميه في بعض الاماكن. لكن فكرتك وايد حلوه انه اذا انت على يعني اللي اول مره تجيب بيبي بالضبط. تاخذ الدوره هذه، يعني اتوقع انه مهم الواحد يكون عنده خلفيه ولو صغيره عن الاسعافات الاوليه. يمكن شوي صعب ان نلزمهم. لا، هي بالبدايه تكون صعبه بس بعدين، لكن انا اعتقد اذا كان الشيء هذا لصالح الانسان ما تطرح يقول لا يعني. طبعا ماكو اغلى من الظنه. اكيد طبعا. يعطيك العافيه استاذ اسامه.